السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أنا أبو العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي. النهاردة هنتكلم عن الأسرار الخاصة بالغسالة التوشيبا 8 كيلو. هنتكلم عنها بصفة عامة وإزاي اللمبات المضيئة بتاعتها ديت بتشتغل إزاي. يعني أنا عندي اللوحة الخاصة بالغسالة قدامكم، اللوحة دي بتديني هنا لمبات معينة بإضاءات معينة عشان خاطر التست مود، وعشان خاطر تبين لي كل حالة داخل الغسالة ازاي استخدمها وازاي اكون اعلم كل خطوة فيها بإذن الله. اللوحة بتاع الغسالة قدامكم بتتكون من مفتاح الاون ومفتاح الاوف ومفتاح الستار ومستوى المياه واختيار والدورة والضبط السريع وضبط مستوى المياه. عشان اعرف التست مود بتاع الغسالة ديت اتكلمنا عنه كتير في فيديوهات قبل كده، وهسيب لكم الفيديو بتاع التست مود في الرابط، او هسيب لكم يظهر علامة الاي فوق او في اخر الفيديو. لكن المشكلة مش مشكلة تست مود، لان اغلب الفنيين تعلم التست مود بتاع الغسالة دي. في فني بيروح يركب جرابوكس الغسالة وبيطلع من عند العميل، والعميل يتصل بيه يقول له في عندي مشكلة، ما في بتدي لمبات بتدي انذارات تانية. الفني يروح يعمل التست مود يلاقي كل حاجة شغالة في الغسالة مية مية، يقول العميل الغسالة ما فيهاش حاجة. الشركات المصنعة لأي غسالة وأي موديل وأي تلاجة وأي حاجة أي كانت مصنعاها بكل دقة وبكل حرفية، وتعتبر الغسالة 8 كيلو التوشيبا التحميل العلوي من أقوى الغسالات الموجودة حاليا لحد الوقت. ولكن في سؤال أعتب على الفنيين فيه، الغسالة دي مصممة اللي هي تشتغل بمية ساقعة بس، ما يخشلهاش مية سخنة، لأن تصميم الحلة بتاع الغسالة مش متحمل هو يشيل درجات مية عالية، فساعات بيعملوا خلاط ويوصلوا السخن مع السائع بحيث يخش الغسالة مية سخنة. ده حاجة. الحاجة التانية اللي هتكلم عنها عشان نخش على الغسالة ديت ونعرف إن كان السير مشدود ولا مهوي، ولا إن كان في أي مشكلة أي إن كانت، نعرفها ازاي عن طريق اللمبات اللي قدامنا ديت اللي بتضيء اللي بتقيد وبتدينا الاشارات، والفني الممتاز الجيد هيعرف اللمبات ديت ويبدأ يشتغل عليها. عشان ما نضيعش الوقت ازيد من اللازم، عشان الفنيين مستنيين، انا عاوز اعمل غسالة ضبط المصنع، الضبط المسبق زائد اختيار التشغيل زائد البريست اللي هو سيلكت وان. خلاص الحاجات دي احنا كلها عارفينها، ولكن انا منزلها لكم في الفيديو عشان اللي مش عارف يبص على الكلام ويقراه ويفهمه ازيد، ويفهمه ويعرف ازاي لما يخش على غسالة يعرف كل خطوة فيها. انا عندي لما نضغط على زر الاستار بعد ما نعمل التست مود، نضغط على زر الاستار يتم دوران المروحة عكس عقارب الساعة، وبالضغط مرة تانية هتخش يمين هتخش شمال، هيبدأ تشغيل السولايت، هيبدأ تشغيل صمام الطرد، هيتم تشغيل طرمبة الصرف، وبعد كده لما يضغط اخر ضغطة هيتم دوران المروحة مرة اخرى. في حالة ضغط على ستار وقامت الغسالة بتشغيل السولايت بدل من المروحة، يتم تكرار التست مود حتى تبدأ اختبار المروحة. نخلي بالنا يا جماعة من الكلام المكتوب ده، ده كلام خاص بالتست مود وكلام خاص بحاجات خاصة بالغسالة 8 كيلو اللي مهم جدا اي فني يبقى عارفها هو داخل على الغسالة. الكلام قدامكم على الشاشة، اللي عاوز ياخد منها اي لقطة شاشة ولا حاجة ياخد، عاوز يحتفظ بالفيديو يحتفظ بيه، وان شاء الله هيبقى ده الشغل الجديد باذن الله له، ويبدأ يخش على الغسالة متمكن وخبير. انا عندي الاشارات اللي بتحصل عندي في الغسالة عشان اعمل التست مود التاني بتاع الغسالة، عشان اعرف الوضع الطبيعي او السير مشدود او السير مشدود عن اللازم او خطأ في قراءة التايمر والبردة. هبدأ لنا اتك على سيلكت ووتر ليفل زائد الاون، بعد لما اتك على ستار الوضع الطبيعي هيجيلي على الوضع اللي انتم شايفينه ده. ده تيست مود للاجزاء الميكانيكية والحاجات بتاع الغسالة عشان اعرف الوضع الطبيعي بتاعها مظبوط ولا لا. ده لو طلع عندي السير غير مشدود هيجيلي الوضع زي ما انتم شايفين كده بالظبط. لازم يا فنيين تتأكدوا من الحاجات ديت وتحتفظوا بيها جيد، لان الحاجات دي هتفككم.
ده بيستوي مشدود عن اللازم، هيطلع معايا بالوضع ده بالظبط. قدامكم اللمبه هتدي هنا وهتدي على اللترات، هيطلع قدامكم الوضع كما هو مبين. طب خطأ في قراءة التايمر والبرده، هيطلع معايا الوضع ده كما هو مبين قدامكم. اذا الفني لما يخش على الغساله ويتك على سيلكت زائد وضع ليفل زائد الاون، ان كانت الغساله بالوضع الطبيعي جدا ما فيهاش اي خطأ، هتديله الوضع الطبيعي اللي هو الوضع الاولاني ده اهو. اللمبه هتقيد كده واللمبات دي هتقيد، وهيكون نفس الاضاءه قدامه بالظبط. ده لو كان هو شد السير ازيد من اللازم، او جاب سير اصغر من المعقول، اصغر من بتاع الغساله وركبه بالغصب، يحصل كده. ده لو جاب سير اوسع من اللازم، او السير بتاع الغساله حصل فيه عيب اترخى مع الوقت، هيدي لي نفس الوضع كده. اما لو في خطا بقى في تايمر البرده والحاجات، هيدي لي الوضع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عشان بيبقى فيه صوت بيجي في اخر الغساله، اخر تشغيل الغساله، والفني بيقول انا عاوز، العميل بيقول للفني انا عاوز اشغل الصوت بتاع الغساله، هعمل ايه؟ فلازم يعرف صوت الصفاره في نهايه الدوره. لالغاء الصفاره يتم نقوم بايقاف تشغيل الغساله ونتك على كروست زائد اون، هتفعل معانا الصفاره والعكس حدث في الصفاره نهايه الغسيل. عبس الاطفال احنا اتكينا وقلنا كده يتك على بريست زائد ستار، هيدينا ايه الاطفال عشان ما يلعبوش فيه لايقاف الموضوع، هنتك نفس التكه تاني كنا منزلها في فيديو قبل كده الموضوع. انا عندي لمبات هتضيق في اعطال تانيه في حاجات تانيه، ده عطل في الصرف. لما يبقى عندي عطل في صرف الغساله هيظهر بعد 3 دقايق او نص بدايه عمليه الصرف هيظهر برادك. هنضطر اللي هنفحص خرطوم الصرف، مستوى مسدود متني اعلى من المستوى المطلوب، افحص صمام الصرف، افحص موتور الشداد ممكن يكون فيه مشكلة، وصلات موتور الشداد او البردة، عدم اتزان الغسالة او السير غير مظبوط هيديلي العطل ده. وطبعا احنا عارفين العطل ده كفنيين من الميزان، الباب الخلفي ما بيكونش مظبوط فبنعمله. عطل في مفتاح الباب او عطل في ذراع الامان هيديلي نفس العطل ده، عشان الفني لما يخش هيعرف الاعطال. عدم اتزان اثناء العصر هيديلي نفس الموضوع ده، وعندك الاعطال بتاعتها اهيت. عطل في مصدر التغذيه بالمياه، منسوب المياه يصل الى المستوى المطلوب خلال 25 دقيقه هيديلي العطل ده، ويبقى احنا كده بنشمل اعطال الغساله ال 8 كيلو الفوق اوتوماتيك. في عنده عطلة تسريب مياه، مستوى المياه اقل من المطلوب اثناء الغسيل والشطف، فهيديلي اللمبات هتقيد معايا بالشكل ده. افحص مستوى المياه، افحص صمام الصرف، افحص هل يوجد ثقب في كسر الحلة، افحص موتور الشداد او الوساطة البعدة. المهم لما الفن يخش وتديله الاشارات ديت، الحاجات دي هتحتفظوا بيها هتفكهم كتير. يدور في اتجاه عقرب الساعة ولا يدور في عكس الاتجاه، ممكن يكون البرده الوصلات الكلاتش. انا قدامكم بتديلي العطل اللمبه بتديلي هنا وهنا، نبقى عارفين ده بيدور عكس اتجاه عقارب الساعه، اللمبه هتطلع في اتجاه تاني وهتديلي لمبات معينه في اتجاهات تانيه مختلفه عن اللي قبلها. الماتور ما بيدورش اثناء الدوران السريع، يدور في الغسيل بس، هيديلي العطل ده. ممكن الماتور ممكن الكلاتش. انا عندي لا يوجد دوران في الغسيل والعصر، حساس الدوران لا يعطي اشارة، ممكن بردة ممكن ماتور ممكن حاسس دوران، اضراف الاسلاك مكثف كلاكش، هيديلي العطل ده. فانا قدامي اللمبات هتبين لي الاعطال في اقل من ثواني. الغسالة التمانية كيلو الفوق اوتوماتيك والتوشيبا، اعطلها قدامكم. اتمنى اللي هي تفيد كل الفنيين، اتمنى اللي هي تكون اول مرة تنزل على النت، وفعلا هي اول مرة تنزل على النت، مش موجودة على النت اي يوتيوبات ما اتكلمتش عنها خالص. الفنيين كلها عاوزة تخش على الغسالة تعرف ان الغسالة متميزة بكل صفاتها، تعرف اول ما تشوف اللمبات قادر ازاي وعامل ازاي هيكون فاهم العطل ده بيديله على ايه. واتمنى التوفيق لي ولكم. كان معاكم وائل ابو العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.